صباح الخير على متابعي تلفزيون اليوم السابع. احنا حاليا موجودين في جولة داخل مدرجات كلية الآداب بجامعة القاهرة بالتزامن مع انطلاق الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول. وزي ما حضراتكم شايفين انتهت الفترة الأولى من الامتحانات اللي من الساعة 9 ل 10، بيبقى في فاصل زمني من 10 ل 11 بتجري الكلية فيه عمليات تعقيم موسعة للوقاية من فيروس كورونا. زي ما حضراتكم شايفين برضو في المدرج في ملصقات تم وضعها على المقاعد لتؤكد مراعاة التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة ما بين الطلاب ضمن خطة الكلية لتحقيق الوقاية من فيروس كورونا. هيكون معانا دلوقتي الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، هيكلمنا أكتر عن تفاصيل الامتحانات في الكلية وعمليات الموسعة للوقاية من كورونا خلال فترة الامتحانات. صباح الخير يا دكتور، يا صباح أهلا الخير. بحضرتك معانا في تلفزيون اليوم السابع، وحابين حضرتك تكلمنا عن تفاصيل الامتحانات بعد مرور أسبوع من انطلاقها، والنهاردة احنا في أول أيام الأسبوع الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الجامعات. فحابين حضرتك تكلمنا عن الإجراءات اللي بتتخذها الكلية للوقاية من كورونا والحفاظ على الطلاب. يعني اسمح لي في البداية أوجه الشكر، كل شكر اليوم السابع وتحديدا لشخص حضرتك الكريم لمتابعتك الدقيقة لكل أعمال الامتحانات من البداية من 27 فبراير حتى اليوم. احنا بدأنا بالفعل الأسبوع الثاني، على فكرة بالمناسبة كان عندنا يوم الجمعة بالأمس، كان عندنا برضو فترتين للدراسات العليا، امتحانات الدراسات العليا استغلالا للوقت الضيق حتى نبدا الفصل الدراسي الثاني على خير ان شاء الله على 20 مارس. انما فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه برضو رساله طمانينه بيعنينا جدا البيت وليه الامر بان ابنك او بنتك في امان تام من اول باب الرئيسي او باب الدخول الجامعه. في اجراءات خاصه بالكاشف الحراري، وايضا هناك عزل لا قدر الله لو في ارتفاع في درجه الحراره.